السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازاي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله أنا بخير. بارك الله في عمرك. وفي عمرك بارك الله. والدتي يا شيخ عندها حاجة ما تسمى بطاسة التربة، هي يعني كانت تخاريف عن والدتها يعني زمان. هذه التخاريف، تخاريف زمان. طاسة التربة للذي ينزعج يأتون بقدر صغير مكتوب عليه بعض الأشياء، أيوة يقول لك ضع أيوة. فيها ماء وهز الماء واشرب، كل هذا لا مستند له، والطاسة لا تنفع بشيء. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا يا شيخ. مع السلامة. مع السلامة. ويس منصور.